حقق منتخب مصر مواليد 96 المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة كرة اليد بالنسخة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في ضيافة مدينة نانجينغ شرق الصين في الفترة من 16 وحتى 28 من الشهر الجاري. رجال المدرب عمرو الجيوشي خسروا في المباراة النهائية أمام منتخب سلوفينيا بنتيجة 25-31 بعد أن تجاوزوا المنتخب القطري في الدور قبل النهائي بنتيجة 34-26. كان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول من انتصارين على منتخب النرويج وصيف القارة العجوز بنتيجة 27-26 ومنتخب البرازيل بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 29-23. زملاء القائد هادي حميدو خاضوا معسكر قوي في روسيا قبل انطلاق البطولة بعد أن نجحوا في الفوز ببطولة أمم إفريقيا للشباب في مارس الماضي بعد تفوقهم على المنتخب الجزائري بنتيجة 26-22. شهاب الحسيني المدرب العام للفريق ونجم المنتخب هادي حميدو وعمر بلال يتحدثون عن حاضر ومستقبل كرة اليد المصرية بعد هذا الإنجاز ولماذا أخفقوا في الحفاظ على الميدالية الذهبية التي أحرزها أسلافهم في سنغافورة قبل 4 سنوات. كل ذلك في حوارهم بالملعب. اهلا بكم من جديد. واضح ان فريق الاعداد ضدي لان محمد عصام حارس مرمى المنتخب فقالوا عمر بلال طبعا عرسنا عمر بلال لكن معانا هادي ومعانا محمد عصام منورنا. مبروك هادي، الف مليون مبروك. مبروك يا محمد، انا بنحاز لحراس المرمى عشان تبقى عارف يعني ابو زمر بيبقى معايا والاثنين اهلاويه كمان بجيب من الاخر يعني. مبروك ومنورنا ومشرفنا واسعدتونا رغم انها فضيه لكنه بذلتوا مجهود كبير جدا والناس كلها كانت مبسوطه بيكم. الف مليون مبروك. شكرا لحضرتك. الله يبارك. كابتن شهاب الحسيني المدرب العام للفريق منورنا ابو كابتن ومبروك بجد. عايز اقول لك اتشدينا معاكم جدا يعني المباراه الاولى كنت فرق 6 على النرويج وانا فصول اليد دي بخاف منها ان كلهم اصحابي فعمال متابع المباراه والمباراه عماله تروح وتيجي لكن عشنا لحظات صعبه ثم مباراه البرازيل كانت سهله مباراه النرويج مباراه تقيله لان دمها تقيل قطر فاش ولا لعيب قطري ثم المباراه الختاميه امام سلوفينيا سهل خساره لكن الناس كلها الحقيقه بتحترمكم وبتقدركم لانه بالفعل بذلتوا مجهود كبير والعاده بميداليه فضيه في لعبه جماعيه ليست بالامر السهل يا كابتن شهاب. احنا مبدئيا بس بنشكر حضرتك جدا. احنا اللي بنشكركم يعني طبعا ده احنا سعيدين جدا واحنا جايين ان هنقابل حضرتك وحضرتك عملت لنا البدايه الجميله دي والفريق الاعداد كله فاحنا بنشكر حضرتك جدا يعني اللي تهتم بكره اليد ده بالنسبه لنا انجاز ده الانجاز اللي انت حارس يد انا كنت بتمرن مع الله يرحمه مسعد عباس طبعا طبعا توفيق وهقولها لمحمد عصام بس لما الكلام يبقى موجود يعني احنا شاكرين حضرتك في البدايه ويعني كان نفسنا ان احنا نجيب الميداليه الذهبيه حضرتك عارف ان احنا رايحين ابطال يعني الميداليه الاولانيه بتاعت سنغافوره وكان رايحين يشاركوا فجت البطوله انما المره دي احنا رايحين ناخد البطوله صحيح. فرق كبير قوي صحيح. ان انت تروح تاخد بطوله صحيح. غير صحيح. ان انت تروح بتشارك وتلاقي ميداليه فاحنا من اول يوم علينا لود جامد جدا من لاعب النرويج تاني اوروبا برازيل اول امريكا اللاتينيه قطر حضرتك بتقول ما فيهاش ولا لاعب قطري دلوقتي فكانت البطوله تقيله وسلوفانيا بطل اوروبا احنا تصنيفنا على العالم على فكره لينا رانكينج في العالم يعني الفريق بتاعنا احنا واخدين بحر متوسط في شهر 2 واخدين افريقيا في شهر 3 فلينا رانكينج على العالم احنا رابع العالم يعني احنا اساسا مصنفين يعني فرقتنا مصنفه مين الاول العالمية. الاول اسبانيا اسبانيا كالعادة. اسبانيا دنمارك سلوفانيا اللي كسبتنا اللي كسبتنا الثالث احنا الرابع لا تفضل ماكش دعوه بس عشان ده في ماتش مصر والكونغو في الشباب برضه بنتابع مع الناس ومصر متقدمه البطوله كانت قويه جدا حضرتك 6 فرق رايحين بطوله العالم كلهم رايحين بطولة العالم في جورجيا 2015 كلهم الستة اللي شاركوا الستة اللي شاركوا يعني هم برضه هم لقوا عليهم بقى الفرق الثانية لكن احنا في البطولة اللي فاتت كان الفرقتين اللي مشاركين بس سنغافورة ضعيفة جدا استراليا كانت ضعيفة جدا
يعني كانت فالسنه دي خدوا بالهم بقى على فكره هي الاولمبياد هتتصعب كل فتره بتاعت طبعًا الشباب طبعًا كل بقت العين عليها فكل مره هتتصعب عن المره اللي قبلها فالبطوله للولاد يعني مثلا بذلوا مجهود يعني مشرف جدا يعني. هذه سته مصنفين تتكلم في النرويج وتتكلم في قطر وتتكلم في سلوفينيا وتتكلم في البرازيل لا مباراه تقيله مباراه مش سهله يعني. قول لي من البدايه كنت مخضوض انه مع النرويج ومن الفرق المصنفه ودايما انا بخاف من النرويج وبخاف من الدنمارك وبخاف من المجموعه دي اللي هم محاربوا الفايكنج دول اللي تخاف منهم في النهايه ومدريتك كده مزينه صدرك وانت كابتن فريق الاول. قول لي مسؤوليات الكابتن يعني يعني انا كنت كابتن بجد كنت بحب امارس صلاحياتي مسؤولياتي دوري علاقتي بزملائي علاقتي بالاداره علاقتي بالاداره. كابتن عمرو الجيوشي كان مديلك مساحه مديلك حريه في التعامل مع زملائك اللاعبين؟ اه طبعا كابتن عمرو مديني مهمات اعملها وحريه مع اللعيبه بتاعتي. طبعا اهم حاجه في الكابتن ان الفرقه كلها تبقى بتحبه وانه يقف جنبهم في اي حاجه اي مشكله يرجعوا له اي حاجه عايزينها يجي يقولوا لي اقول لكابتن عمرو نشوف ايه الحكايه فيها. طبعا في الماتش قبل الماتش بنلم بعضينا بنركز في الماتش طبعا احنا كمصريين بنقعد نسمع اغاني بتاعت مصر اتحمسنا مش هتعرف تسمع صيني يعني لا مش يعني ماشي لو في انجلترا نسمع انجليزي فرنسا نسمع فرنسا لكن الصيني صعب يعني نسمع اغاني عن مصر يعني حلو اغاني وطنيه حاجات تشجعنا. تعرف اسمع الاغاني القديمه بتحبوها وكده ولا اغاني تامر حسني وعادل امام؟ لا اسمع بقى الوطن يا ابن الماتش القديمه القديمه كل حاجه عن مصر حلو تحمسنا يعني في الماتش تفرق تفرق جامد طبعا. طيب قول لي بقى بدايه البطوله مع النرويج دايما توجعونا قلبنا يا اخي الهاندبول بالتحديد يعني الباسكت الناس طيبين في الاخر بيبقوا عارفين الفرق لكن الهاندبول بجد احنا مره كنا في الاولمبياد واصلين لميداليه يا كابتن لو تفتكر وضاربين فرنسا وبعدين في الاخر وقعنا في اخر المباراه خدنا رابع على ما اظن 2001 2001 يعني كنا فرنسا سيمي فاينال كاس عالم كانت في كاس عالم خدنا رابع كاس عالم في ملعبهم والناس كانوا يعني متجننين كنا قريبين جدا 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 يعني. قول لي بقى مثلا نبدا بالنرويج. طبعا النرويج ده ماتش الافتتاح احنا كل بنطلع نلعب اول ماتش كل الناس يقولوا لنا انتوا لعبتوا فاينال بدري. احنا معظم ماتش النرويج كنا متقدمين عليهم معظم الماتش تعادل وبعد كده تقدمنا وصلنا لفرق سته وبعد كده في اخر ماتش خلص فرق واحد لينا فرق واحد كنت خايف انا لا لا لان انا خفت في السيمي فاينال لعب سلوفينيا لانه فريق تقيل كان باين تقيل يعني والنرويج وصيف اوروبا تاني اوروبا برضه النرويج طبعا قويه فرقه قويه جدا كان ده فرقه كويسه يعني والحمد لله عديناها وكنا عارفين ان احنا هنكسبها بعد الفوز على النرويج حسيت انه خلاص يعني البطوله بتبتسم لك وهتوصل نهائي. لا هو كان لسه في ماتشات جامده لا ما عارف بيبقى دايما في ايه بشاير كده بيقولوا يعني احنا عارفين هنلعب فاينل يعني. بعد الفوز على النرويج بالتحديد قلت لا خلاص البطوله معاك نكسب البرازيل ونلعب ان شاء الله مع تاني مجموعه اللي كان هيبقى قطر يعني وكسبناهم الحمد لله. ابو زمل بقى محمد عصام قول لي بقى حراسه مرمى من قد ايه بقى لك انت سنك كام سنه دلوقتي بالتحديد؟ دلوقتي سني 18 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. في النادي الاهلي بقى لك قد ايه؟ من اول ما بدات يعني من 10 سنين مثلا. 10 سنين انت من اعضاء النادي اصلا فلعبت حلو. حد في الاسره بيلعب هاندبول؟ ما اصلا مش من السهل كده. ايه اللي خلاك تروح الهاندبول يعني؟ جسمك عادي طبيعي ايه اللي خلاك انجذبت يعني؟ كلنا يقول لك عايزين نلعب كوره. لا وانا اول يعني اول ما دخلت ان انا قرر ان انا العب رياضه طبعا ما لعبتش هاندبول يعني بس بعد كده وانا صغير رحت على الكوره الاول. رحت على الكوره طبعا اللي هي الجماهيريه والله هنجوم برضه والله منتخب مصر ما شاء الله ما شاء الله جميل. وبعد كده رحنا على رحت بقى لعبت هاندبول اما دخلنا بقى في جو البطولات وكده فارتحت انا نفسيا للهاندبول بس فكملت فيه. طيب قول لي بقى يعني الاجواء في النادي الاهلي ساعدتك؟ هل انت بتشارك مع الفريق الاول ولا ما بتشاركش؟ لا 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 مع الفريق الاول. هم مانعين اصلا التصعيد للفيرست تيم المرتبط اللي هو الفريق المرتبط لكن ما ينفعش حتى لو انت متميز تلعب فريق اول؟ لا 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 دي سياسه الاتحاد. دي سياسه الاتحاد تمرينك عامل ازاي؟ يعني انا عايز اقول لك بقى قصتي انا شخصيا. انا كنت جون مجنون شويه فكنت عايز بكلمك جد والله عايز اعمل الحاجه صعبه جدا فكان الله يرحمه كابتن مسعد عباس لو تسمع عنه ده كان من حراس الهاندبول العظماء الكابتن شهاب يعرفه طبعا طبعا كويس وكان الكابتن عبد العزيز توفيق الله يرحمه فكابتن مسعد جابني كده قال لي انت عايز تبقى اعظم جون في مصر؟ قلت له قال لي اتمرن معانا هاندبول وانا همرنك فبقى يجيبني المسافه قريبه جدا بتاعتكم حراسه مرمى الهاندبول اصعب بكتير من حراسه مرمى احنا ارحم منكم يعني فكان شغل كله رياكشن وردود افعال وكان يتعمد يخبطني في وشي
حقيقي يعني. فعلمني شجاعه مهمه قوي. العينين بقت على الكوره, ولما انا بتمرن بكوره صغيره الكوره الكبيره بتبقى اسهل بالنسبه لي. يمكن دلوقتي انا شفت حصه تدريبيه في اوروبا بمرنهم بكوره التنس, ودي عملها لنا مره الكابتن فكري صالح. هل انت عامل نفسك نظام مخصوص في التدريب يا محمد؟ طبعا. احنا يعني احنا عامه كحراس يعني بنعمل لنفسنا نظام معين في التدريب. حلو. يعني مثلا انا تدريبي بعيد عن الفرقه, انا ليا تدريب مثلا ساعه او ساعتين بعيد عن الفرقه. وعامه هي 90% من الجوان مجانين. ده حقيقي. حقيقي. الشطره ما ينفعش. شطرك الراي يا فندم. طبعا حقيقي يا فندم. ما ينفعش تقول الجوان انا مذيع, خلي بالك ماليش علاقه. يعني خلي بال حضرتك يعني ده كان زمان. كمل. طب مجانين تمرين بس عشان الناس تبقى عارفه, مجانين نجاح. ايوه مجانين. عايز تعمل حاجه لانه انت غير كل لعيب في الملعب. بالظبط. لازم الناس تفهم كلمه الجنون اللي عند حارس المرمى. بتكلم جد انه انت عليك هجمه, ممكن في الكوره مثلا هجمتين, ممكن واحده تيجي جون تخلص المباراه. انت عليك كل دقيقه هجمه, فمحتاج سيستم جديد في كل صده في كل لعبه. بالزبط. عشان تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه يعني. صح. احنا نعم. يعني هو كمان بيبقى ضغط اللعيبه بيبقى ضغط بدني. احنا 90% من ضغطنا بيبقى عصبي. بالزبط. بيبقى على يعني عصبي. كويس. ان انا اركز على كل كوره, ان انا اركز على كل حاجه. بس فيعني هو ده يعني هو ده اللي احنا فيه. المنافسه اللي بينكم يعني معاك كام حارس في الاولمبياد؟ واحد ولا اتنين؟ معايا واحد. معاك واحد. بتبادلتوا اللعب ولا انت كنت اساسي بصفه مستمره؟ كان زمان دايما في الهاندبول بنلاقي في جوان بيتغير, او مثلا في حارس مميز في ضربات الجزاء المدرب ينزله ساعه ضربات الجزاء ويطلع تاني على طول, وبرده كان ينزل تدخل في جون ويطلع برده وينزله في اللي بعدها. المنافسه ماشيه ازاي؟ طريقه اللعب ماشيه ازاي؟ هي المنافسه طبعا بتبقى يعني هو احنا الماتشات ديت انا والجون اللي معايا. مين الجون اللي معايا؟ اسمه محمد صبحي. بيلعب فين؟ بيلعب في الطيران. نعم. كويس. هو طبعا جون مميز جدا. في سنه يعني. بدليل ان انا وهو بس اللي في سننا. محتكرين الموضوع ده. ممنوع الاقتراب يعني. ممنوع الاقتراب عشان احنا الاثنين قافل. فعلا. قافلينها. برافو عليك. فطبعا هي بتبقى يعني وجهه نظر مدرب اكتر من مين يبدا. مين احسن من مين. بس فهي يعني على البطولات اللي فاتت مثلا, على البطولات اللي فاتت هو كان وجهه نظر كابتن عمرو ان هو يلعب ماتش معين, يلعب ماتش معين. لكن كصفه اساسيه يعني يعني كان 90% من الماتشات اللي فاتت ديت كنت انا اللي بداتها. واكيد كان يعني كان هو برده بيشارك مع يعني. كان بينزل برده معايا. عاملين تعاون كويس. طيب كابتن بقى خليني اسالك عن الهاندبول, انه بيبقى عندنا طفرات. عشنا فتره جميله جدا مع الهاندبول, وبعدين جالنا فتره دروب, وبعدين بنامل من الاولمبياد السابق انه الدنيا تتحسن. انا الحقيقه كنت متوقع في الاولمبياد ده يا اما نكون او لا نكون, اما مكملين والولاد بسم الله ما شاء الله اللي زي الورد دول, لانه اللي فوق منهم دلوقتي كبروا بقى فريق اول اللي شاركوا في اولمبياد سنغافوره. هل عندنا تواصل اجيال؟ هل عندنا امل انه نعود مره اخرى؟ احنا سهل عندنا ان احنا ناخد بطوله افريقيا, بس عايزين نظهر مره ثانيه في الاولمبياد ونظهر ثاني في كاس العالم. هل ده وارد يا كابتن؟ وارد طبعا. بس يعني الناس بس في مصر تصبر شويه, لان احنا كان حصل ان الفرقه بتاعتنا الاساسيه اللي هي كانت 93 اللي خدت بطوله العالم. نعم. في مصر فضلت مشاركه فتره طويله من الزمن. نعم. ما اتعملهاش احلال. نعم. وتجديد كتير. نتكلم على جوهر نبيل. ونتكلم على عواض. نتكلم على محسن سليمان. نعم. وصلوا لغايه 2001 رابع عالم. وكملوا. كان المفروض من 2001 بقى تبدا احلال وتجديد. احنا فضلنا مكملين. بالظبط. كده فضلنا مكملين اربع خمس. يمكن عشان كده جه قرار ال 30 سنه. بالظبط. يعني دي برضو من الحاجات اللي هي عشان تعجل. محمد الروبيوس. بالظبط. يعني فالقصه اللي حصلت دي الدروب ده اللي حصل بقى. فاحنا بنعيد تاني بقى من الاول, نبني من تاني شباب. احنا عندنا ناشئين وشباب. عندنا في فرقه 94 اكبر من السن بتاعنا. تشارك برضو عندها في كره عالم. يعني الفرقتين دول لو هي قوامها 40 لاعب, يبقى انا عندي 40 لاعب متميزين في افريقيا. وهي بوابتنا للعالميه مبدئيا. فهتخليك تشارك في العالميه في فترات طويله. المنافسه بيننا وبين افريقيا ما زالت احنا وتونس. الجزائر بتاعت تونس والجزائر. بس الجزائر بدات تيجي يا كابتن. بدات ترجع تاني. بدات ترجع يا كابتن. الاستقرار بيفرق طبعا. هي هي بعدت شويه وبس بدات تاني يعني. احنا لعبنا فاينل المره دي في بطوله افريقيا مع الجزائر مش مع تونس. مع الجزائر. بس احنا لاعبين تونس اصلنا سيمي فاينل. فاحنا برضو اللي بعدينها يعني. يعني هو ما قابلوش بعض لكن ما يعني انت لما لعبتش تونس كنت هتلعب فاينل مع الاهلي. كنت هتلعب الجزائر وتلعب كنت هي توصل. بالظبط. فهي الولاد دول الجيل ده والجيل ال 94 اللي وراه مع الجيل اللي لعب في سنغافوره 92 متهيألي, وهو اللي سياسه الاتحاد ماشيه دلوقتي, بان الجيل دي الثلاث اجيال دول هيعملوا منتخب كويس. انا عاجبني الدكتور خالد الحقيقه. يعني بص هو راجل تربوي وراجل يعني محترم يعني. دكتور بقى يعني بيشتغلها بحرفيه شويه. يعني هي بس الناس تصبر بقى يعني. انا بنقول
احنا عندنا بس انتوا كالعاب بعيد عن الكوره ما بقاش في مشكله عندكم في موضوع الصبر، يعني الناس بتصبر عليكم، يعني عشان الناس مش مستعجله عليكم، يعني حضرتك في بطوله عالم في قطر في شهر واحد مظبوط في الاول مجموعتنا صعبه برضه صعبه جدا والولاد كلهم صغيرين جدا بتوجع القلب، حتى الباسكت النهارده لعبوا اسبانيا وامبارح كانوا لعبوا صربيا عايزين حاجه سهله كده خفيفه شويه لا بص حضرتك اللي عايز يشارك في البطولات دي لازم يبقى جامد خلاص انت وصلت المستوى ان لازم تؤهل نفسك ان انت تشارك مع الناس صحيح ده كاس عالم صحيح بالظبط يعني احنا دلوقتي كنا في الاولمبياد هل في امل ان مصر تخش من ضمن السته الاوائل في كاس العالم دي ولا صعب؟ لا دي لا دي لا دي لا لكن برازيل اولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 ممكن او تخش في ال 12 كاس العالم 2017 انت بقى ده وده اللي تخش في الثمانيه يا سلام طبعا كويس الجيل ده والجيل ده لو مشيت سياسه الاتحاد زي ما هي مخطط ليها دلوقتي بس طبعا انت حضرتك عارف بقى العائق الاكبر ايه هو العائق الاكبر؟ المبالغ الماليه والصرف بس دلوقتي الدنيا ماشيه كويس دلوقتي ما احنا عايزين نكمل بقى ما احنا دلوقتي ماشي احنا عايزين دي البدايه اهو هي ماشيه على حسب هوا الوزير يا عيني او سياسه الوزير وزير جدع ولطيف جميل بتحط نقط على الحروف على طول انا ما بخافش يعني طيب خليني بقى اسالك عن اصعب الماتشات يعني ماتش انت حسيت انه ساك من الفاينل يعني ايه خلينا في الحاجات اللي فرحتنا يعني المباراة اللي تأكدت منها انه لا احنا هنوصل احنا هنكمل وانت بالنسبة لك شخصيا اهم مباراة او اجمل مباراة لعبتها يعني في البطولة دي الحمد لله ربنا كرمني في الماتشات اللي لعبتها كان كويس ما شاء الله مسيطر على كل لا اقول بقى الاجوان سيطرة هيقول لي ماتش قطر انا عايز اقول بقى انا يعني ماتش هادي اسمه كده احنا مسمينه كده ماتش هادي احنا مسمينه ماتش هادي ماتش قطر ماتش هادي اعملوها كده ماتش قطر ماتش هادي طب احكي لي بقى قول لي فرقة تقيلة فرقة تقيلة احنا ما فيش واحد قطري يعني احنا بنلعب فرقة احنا مش بيتكلموا سبع لغات يعني بيقولوا خطة في سبع لغات كل واحد بيقول حاجة كان نفساني اللي فيهم مصريين كتير وفيهم تونس وفيهم سلوفينيا كل الفرقه يعني تحس انت عايز تلعبهم تكسبهم عاملين نفسهم عاملين منتخب عالم مثلا انت نازل لا انا هكسبكم فرق كمان والحمد لله ربنا كرمنا الواحد كان بيشوط يعني كره بغل اللي هو مش كره عادي يعني اللي هو الكره هتخش واخش وراها لما تخش لما اكسرك بس والحمد لله ربنا طب ليه قالوا ماتش قطر ماتش هادي هل يعني انت الماتش ده كنت مركز فيه زياده عن لازم مثلا او كنت شايف فيه كل امالك واصرارك شايف ان مصر مستناك عشان توصل للمباراه النهائيه والفاينل بصرف النظر كسبنا او خسرنا هو طبعا كنت مركز فيه وكمان كابتن عمرو كان فرجنا على الفيديو كتير فكنت مركز وعارف كل واحد بيعمل ايه وطبعا كان نفسنا نكسبه اللي هو هنلعب فاينل هنلعب على ميداليه خلاص احنا كده كده واخدين ميداليه وهناخد ذهب ان شاء الله وطبعا ماتش قطر ده زي اهلي وزمالك مصر وقطر دلوقتي زي مصر وتونس مثلا اهلي وزمالك كان كله بيلعب جامد حتى يعني نتعور لا نكمل الماتش ما فيش حاجه اسمها نتعور في جبت كام جون؟ جبت شويه 8 كور جاب 8 جوان 8 من 8 ودي نسبه نادره انها تتحقق بقول لحضرتك ما شاء الله ده ماتش هادي طب ما بقول لك يا كابتن حط له كده يافطه كل مره نازله له قطر 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 لا يا محمد يبقى صح كده تبقى الدنيا ماشيه بالشكل ده وانا بسالك انت كمان بقى على المباراه الاصعب بالنسبه لك هل في مباراه في السكه حسيت انه انا كنت بحس مثلا النهارده من اول اوفر باخده ان انا لا اليوم يومي انا حاسس النهارده ان انا فايق وهل كان في يوم حلو قوي عليك وكان في يوم مش كويس بالنسبه لك في البطوله؟ هو مبدئيا كده احنا البطوله كان يعني كان بالنسبه لنا كلنا اول ماتش النرويج احنا داخلين نلاعب فرقه يا اما توصلك فاينل يا اما هتنزلك وكمان نفسيا يعني انت بتلعب اول ماتش في البطوله بس فانا كان بالنسبه لي ان انا داخل مركز جدا في ماتش البطوله اللي هو النرويج وطبعا يعني بقيه الايام كلها انا كان موجود تركيز في دماغي ان احنا عايزين نعمل حاجه في البطوله دي فالتركيز كان موجود في الاربع ماتشات كلهم يعني بس لا قول لي بقى النرويج يعني ما كنا ليدنج فرق سته سكور ستة وبعدين عمالين نوع لحد ما بقينا فرق واحد مش كده؟ هم ما تعادلوش معانا لا احنا فضلنا ليدنج طول المباراة ونهينا المباراة فرق هذا هل حسيت في لحظة ان المباراة هتهرب منك؟ اما حسيت الاحساس ده طلعت عشان ما اوقعش فرقتي طلبت من المدرب طلبت من كابتن طلعت هايل والله احنا طبعا يعني احنا فرق ستة او سبعة وصلنا لفرق عالي جدا طبيعتنا ان احنا بقينا نبص على السكور عايز تزود مش عايز ازود انا بص على السكور سبعه
انا بس على السكور يعني بص على السكور 7 فبروح بضيع بقول مش مهم ده انا فارق 7 فما حسيناش حتى ان احنا بقينا 7 بقى 6 بقى 5 بقى 4 بقى 3 بقى 2 بقى 1 وفاضل 20 ثانيه والكره معاه. يا خبر ابيض، كنت انت في الملعب ولا كنت طلعت بقى؟ لا لا كنت طلعت بقى، ما حسيت ان ان انا تركيزي قل فطلعت خلاص. تركيزك قل بتعترف ان تركيزك قل؟ تركيزك قل من جهد من كتر ما السكور عمال يقل. لا من جهد الماتش كمان. بدايه بدايه قويه جدا وكملنا الشوط الثاني قوي جدا برضو اول 20 دقيقه، فحسيت طبعا ان تركيزي خلاص قل. طب عايز اسالك، احنا ليه بنقع في الاخر؟ يعني خلي بالك دي سمه عندنا. وعايز اقول لك انه مثلا في مباراتكم فعلا شفت اجزاء كده منها، حارس سلوفيني كان هايل يوميها، عمل مباراه كويسه، وتوفيق الحارس من عدمه بتفرق جدا في المباريات الهاندبول اكيد. طبعا في النتائج صح. نعم هو يعني احنا عامه توفيق الحارس هو اللي بيعلي الفرقه اللي قدامه. يعني انا مثلا يعني انا هتكلم كلعيبه يعني. اتفضل. اللعيبه لما تلاقي الجون بيشيل اللعيبه هتفوق معاه. نعم. هتقول صحيح. يعني هو بيلعب انا انا هلعب معاه. انا فاكر مره في مباراه حمادة النقيب ده يعمل كده يشيل يعمل كده يشيل يعمل كده يشيل، انا مش فاكر مباراه ايه بس الحقيقه كان حاجه مش طبيعيه. انا بقيت مبسوط جدا انه بالشكل ده وسنه مش صغير حمادة وكان سبب كبير جدا في مكسبنا. بالفعل الحارس لما بيكون فايق الفرقه كلها بتفوق. طبعا طبعا. يعني في ماتش النرويج كان بالنسبه لنا الفوقان كله اول 10 دقائق. اول 10 دقائق عملنا سكور. احنا معناش سكور، احنا اول 10 دقايق ده كان مشكله بالنسبه لنا طبعا الرهبه بتاعت اول ماتش. فاول 10 دقايق ديت اما لقوا في جون فايق هم فاقوا معاه. حلو. بس يعني ما بيدخلش فينا جون. صعب يدخل فينا جون. صعب يشجعنا. تفرق معاك حتى لو انا ضيعت الماتش ده. كابتن شوبير ماتش عصام برضه عشان هو عشان كده ذكر. اول 10 دقايق 1-1. احنا جبنا جون 10 دقايق 1-1. يا خبر ابيض. فرقه النرويج رايحه على عصام 5-6 مرات صددهم كلهم. كامله شايلهم كلهم شايلهم كلهم. رحنا الماتش قلب في الدقيقه 12 رحنا طالعين 5. لا انت انا اشتري كورتين جه وما اعرفش راجل شغال القطر بس يا راجل كسر الدنيا. طب احكي لنا قول لي لما نزلت عملت تقول لي برضه احكي لي. الماتش فعلا قلب فعلا يعني طلع 5-2 في الدقيقه بعد ال 10 دقايق الاولانيين. ماتشات بتبقى عصيبه على فكره. طب بس انت عندك يعني ما شاء الله ماتش النرويج ماتش محمد عصام ومع ذلك انت بتعترف انه في الاخر انت فقدت تركيزك وطلبت واللي شال الماتش محمد صبحي. اخر كورتين في المباراه الحارس البديل. في اخر 5 دقايق نازل اخر 5 دقايق بالظبط. شايل كورتين اللي هي بتوع الماتش. كنا يعني لو كانش قاعد مركز. قاعد مركز. هو شد مع عصام يعني. عصام شده يعني حضرتك لما هم واضح عالي الاثنين مواهب ما شاء الله. واضح الاثنين مواهب. طيب خليني ارجع لك بقى ثاني يا كابتن واكلمك على دايما الظاهره الصعبه عندنا في كره اليد المصريه في الفرق المصريه بصفه عامه لكن كره اليد بصفه خاصه. واحنا قاعدين بنتفرج خاصه في المواقف الصعبه بنبقى مش مطمنين، بنبقى بقول لك بمنتهى الامانه انا شخصيا ما بعرفش اتفرج على كره يد، بكلمك جد والله. اليد والفولي يعني بس الفولي الكره رايحه جايه وفي الاخر يعني ضربه وبتخلص، لكن الهاندبول بتنكد لما ببقى ليدنج كده وبعدين الاقي عمالين نقع عمالين نقع بتتعبني. واحنا هل ده محتاجين مثلا مدرب دكتور نفساني يعالج الحته دي او محتاجين حد في تخصص معين يقدر يظبط لنا القصه دي يا كابتن شريف؟ بص حضرتك هي كل الامانه فعلا فعلا نقص تركيز نقص تركيز. الاولاد بتاعتنا وعلى فكره في الطبيعه كده يعني طبيعتهم كده. يعني حضرتك هتلاقي السن 17 و18 و19 سنه على طول لا بس حتى مع الكبار يا كابتن يعني ما هي بتبدا من هنا بتبدا وتفضل تستمر معاه. تركيزه مش عالي 60 دقيقه. اللعبه بتاعتنا لعبه سريعه جدا. لعبه قويه جدا. لازم تبقى مركز. انت في ثانيه ممكن الماتش يخلص. في ثانيه مش زي الكوره ممكن تلحق ممكن الناس تجيب جون في الدقيقه 94 صحيح صحيح. انا الماتش ممكن يروح مضغوط طول الماتش وتجيب جون وتكسب. الماتش ممكن يروح في دقيقه دقيقه فلازم تبقى مركز 60 دقيقه. للاسف احنا عندنا القصه دي يعني ما احناش عاليين قوي فيها. يعني برضو طب ما هو ده بقى هل متطلب ان يكون معانا طبيب نفساني ليه خبره رياضيه وده بقى موجود مع منتخبات والله ممكن
يعني ممكن انتوا بتعتمدوا مثلا على حضرتك وعلى الكابتن عمرو الجيوشي قربكم من الاولاد قربكم من اللعيبه ده شيء جميل ده بنعمله تلقائي على فكره ده صحيح تخصص يعني بيه انما طبعا لو في حاجه متخصصه لحاجه كده لان فعلا تركيزنا في كذا ماتش يعني التركيز اللي بيروح ده هو اللي بيفقد مش لعب ولا لياقه بدنيه الناس فاهمه ان احنا اصل لياقه بدنيه لا خالص احنا في ماتش البرازيل وقطر كسبين اخر 10 دقايق اخر 10 دقايق وقفنا بدني اخر 10 دقايق على فرقتين بدنيا وهم نفس السن ما احناش بنلعب كبير يعني انما التركيز التركيز صحيح. خليني اسالك بقى هادي على سلوفينيا والمباراه النهائيه، هل كنتوا نازلين عارفين انه في فرق كبير بيننا وبينهم؟ هم كسبوا كل ماتشاتهم. احنا ما كناش نازلين في فرق خالص، احنا كنا نازلين ان احنا نكسب. طيب بس هم من اول المباراه هم ليدنج يعني حتى ما تعادلناش احنا لا الشوط الثاني احنا بداناه جبنا جون بقى تعادل بقى 12-12 احنا مخلصين 12-11 وبعد كده جبنا فانا الحقيقه قمت يعني بصراحه بعد ما كنا 12-7 او 12-8 باين وبعدين اتحركت شويه ورجعت لقيتها بقت 12-11 قلت كويس يمكن على ما جيت بقى لقيت الفرق زاد ثاني في الدقيقه او الحقيقه هو كماتش احنا محضرين له كويس قوي وذا كابتن عمرو تعب معانا كتير في البطوله دي وقدام الماتش ده ويعني كنا عارفين الفرقه بس هو توفيق من عند ربنا بقى لا يعني الاسباب اللي خلاك تكسب البرازيل النرويج قطر وعمل العروض الطيبه دي الاسباب بوجهه نظرك ايه اللي كان ناقصنا في المباراه النهائيه؟ هو تركيزنا بالذات مين خد البرونز الاول؟ برونز النرويج النرويج نعم هو فعلا تركيزنا في الاخر قل احنا تركيزنا احنا في يعني لما تعادلنا 12-12 كان عندنا اللي بيبقى تحت ده وبيوصل بيعدي اللي بيكمل مش كده برضو جه فتره من الماتش حسبنا دروب كلنا مره واحده كده جابوا فينا او اصلا الفرق الاوروبيه احنا دلوقتي بنلعب نفس الريتم بتاعهم كويس بنجيب الجون في 3 ثواني اللي هو فاست بريك على طول حتى لو جابوا فينا جون بنرده في بسرعه هم عملوا معانا كده بقى لعبوا الطريقه دي كذا جون ورا بعض هبطنا مره واحده بقى فرق 5 عصام شايف ان احنا كنا واثقين زياده يوم سلوفينيا مش عايز اقول غرور يعني لكنه اللي كسبان قطر فرق 5-6 واللي كسبان النرويج واللي كسبان البرازيل داخلين صدرنا مفتوح شويه ضامنين المباراه وبالتالي خسرنا فرق مش قليل كلمني بصراحه هو كان ثقه وفي نفس الوقت يعني في ناس اكتفت احنا لعبنا فاينل ففي ناس اللي هو من جواها خلاص كده احنا خدنا يا ذهب يا فضه يا ذهب يا فضه بس يعني هو انتوا عايزين كابتن عندكم شد شويه بس هو كابتن شد شويه ايه ده؟ والله بس هو ماتشاتنا لعبنا الماتشات كلها جامده البطوله يعني احنا لاعبين كل الفرق الجامده ورا بعض هم لاعبين تونس خصم 17-21 فرق 21 لاعبين قطر فرق 17 فرق 21 ولاعبين قطر بعد ما قطر لعبت تونس اول ما قطر كسبت تونس ضمنت الصعود فسايبين ماتش سلوفينيا مش عايزينه عايزين يصعدوا بس ولاعبين نرويج وكسبوا في اخر ماتش فرق 1 وكل ماتش كانوا خسرانين كل ماتشاتهم كان فيها راحه ما خدوش مجموعات عندنا مضغوطين على طول البرازيل جامده مجموعات طبعا يعني البرازيل كسبت تونس ويعني البرازيل قويه برضو لكن هم كان بالنسبه لهم رايحين اللي هو دور المجموعات دوت فسحه يعني 21 فرق 17 يعني رايحين فسحه رايحين بيتمرنوا بس فطبعا كان الباور بتاعهم شايلينه لاخر ماتشين عكسنا احنا انا عايز اقول حاجه الناس اللي فاكره البرازيل ضعيفه لا البرازيل بقت جامده جدا في متعادله مع مارين 92 في الاولمبيات اللي فاتت تعادلت معاهم وكسبت منتخب 94 من فتره قريبه قوي لا البرازيل عندها طفره غريبه جدا بقول انا مستغرب لها يعني بيدافعوا 3-3 دفاع متقدم اللي هو انت عشان تجيب الجون بتجري كتير تجري منهم وتعدي وتتخبط ومش بيدافعوا جوه كتير من بره ده ماتش متعب فهو ده يعني احنا طبعا اللياقه بتاعتنا احنا خلصنا ثانويه عامه تاني يوم كنا في انتوا كنتوا في ثانويه كمان ده انتوا سنتكم بيضاء خلص يوم 1/7 يوم 2/7 كنا في معسكر قعدنا حوالي 10 ايام في اسماعيليه كلكم حد من زملاتكم كان عنده مشكله في الامتحانات هنا قعد امتحن ولا عملوا فيه ايه في ده؟ امتحن بس الحمد لله ضمن نجاحه ربنا جاله نعمه قعدنا 10 ايام في اسماعيليه هم اللي وقفونا على رجلينا 10 ايام بس كابتن عمرو ساعتها يعني وقف معانا في حوار الثانويه العامه ده الحمد لله جبنا نتائج كويسه الحمد لله مبروك الله يبارك فيك جبت كام؟ 98.5 تقول لي خطر لا حضرتك كنت ذكرت حاجه امبارح انا عايز بس انوه عليها حضرتك قلت بصوا على الاهلي
كلمة طبعا 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 مش عايزه كلام كلمة يا جماعة انا كلمة هايلة انا طبعا انا الحقيقة مبسوط منك هديم ده قوي. ادي شاب 18 سنة دلوقتي مش كده كابتن منتخب مصر الهاندبول كابتن النادي الاهلي في سنه حصل على الميدالية الفضية بسم الله ما شاء الله في الاولمبياد كان في ثانوية عامة جاب 98.5% المبادئ والقيم والبيت لازم تدور على البيت مره ثانيه وثالثه وعشرة دور على البيت بالتاكيد البيت عندك فعلا اهلي تعبوا معايا قوي ومامتي وبابايا ماما اساس ماما طبعا بالذات الدروس اللي انا اخلص في معسكر اروح اخد درس وارجع معسكر تاني تطلع من المعسكر تروح تاخد درس وارجع بيت في معسكر وهي حريصه ان انت تروح المعسكر وحريصه ان انت تلعب يعني طبعا تشجعني طبعا ماما رياضيه لا بس بتحب الرياضه من ايام ما اخويا كان بيلعب مين اخوك بقى امير اسمه امير حميد وكان بيلعب في النادي الاهلي في النادي الاهلي هو اللي حببك كان جون ولا كان جون وسافر برضو كاس عالم وكذا بطوله وقبل كل ماتش انا صاحبي قوي خالد العوضي حبيبي خالد العوضي وقبل كل ماتش كنت بكلمه واقول له يقول لي مثلا ركز وكده خبرته يعني في الماتشات قبل كده محمد عصام بتدرس فين انا بدرس في مدرسه لسه ثانويه عامه ان شاء الله السنه الجايه ما شاء الله وكانت بالنسبه لي خطوه البطوله ديت خطوه كبيره جدا في حياتي الرياضيه والدراسيه كمان برضو حابب انك تبقى متفوق وتجيب مجموع وان تخش ولا ممكن الكليه لان هرجع اسال هادي هيخش كليه ايه ده مهم قوي عايز تخش ايه هتخش اعلام تخش سياسه اقتصاد هتخش هندسه هتخش دكتور هتخش قول لي هو يعني هو عامه يعني من واحنا عامه صغيرين وانا وهادي يعني متفوقين عامه في الدراسه يعني هو انا قايل له انت هتخش هندسه السنه دي ان شاء الله وراك احنا انتوا مهندسين ان شاء الله ان شاء الله قايل له كنت بروح الامتحان واجي من الامتحان بروح المعسكر فبقول له يا ابني انا مش شايف انا جبت درجه وحشه يقول لي لا ان شاء الله هتخش هندسه الحمد لله دخلت هندسه القاهره يعني مبروك وانت داخل هندسه السنه الجايه باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في ثانويه عامه كده يعني اقول لك يا باشمهندس يا باشمهندس مش كده بتروحوا في القناه كمان تبقوا موجودين هناك والله شايفين الشباب الجميل شايفين بكره الحلو مش قول العيال اللي بيقطعوا الطريق والعيال اللي بيرموا مولوتوف والعيال اللي شايفين بكره الحلو شايفين مصر شكلها عامل ازاي ايوه دي مصر هو ده الجمال انا كنت مبسوط قوي ان الرئيس كان قاعد امبارح مع الشباب اللي عنده مشروعات وعنده افكار دي جديده ما تحصلش ادي محمد عصام حارس مرمى قال لك انا هبقى مهندس وادي هادي حميدو قال لك انا دخلت هندسه القاهره جبت 2.5 كان والدته او والده يستناه ياخده من المعسكر يطلعه يحضره الدرس ويرجعه تاني المعسكر وبيشرفك ويبقى هو كابتن منتخب مصر في الاولمبياد يشيل ميدالية فضة ويبقى واقف والعلم بتاع شوفوا العلم وهو بترفع دلوقتي محمد عصام الحارس اللي بيصد في كل مباراة كام جون وهادي اللي بيسجل في كل مباراة كام جون هاش فيكم خد باله وبقول لك قطر بالتحديد انا كنت مصمم ده حاجة جواه لانه ده بلد ده انتماء لبلد انتوا مش واخدين بالكم انا بس مش راضي ارقص عليها لكنه ده انتماء هو حاسس انه في ناس بتحارب بلده بتضغط على بلده بتضايق بلده فهو جواه قال لك لا هو ده هو اليوم ده انا بقى اعرف ارد لبلدي بطريقتي باسلوبي خلي بالكم من الكلام ده دي رسائل مهمه قوي كابتن شهاب اظن تبقى سعيد وانت بتتعامل مع اجيال بالشكل انا متاسف زمان انا اسف جدا ومش قصدي حاجه والله كنا دايما بنشتكي من الناحيه الثقافيه شويه بالظبط كده لكن دلوقتي الاولاد اللي زي الورد دول ده الورد بقى اللي بيفتح جنان مصر بجد يعني انا قلت لحضرتك يا دور على قلت كلمه امبارح انا دور على دور على البيت نعم دور على البيت انا عندي يعني هادي بس انا عندي 4-5 ثانويه عامه ما شاء الله 95 92 85 عيال وحشه قوي 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 ايه ده قوي بصراحه فهي دي ما هو بقى انت بقى يعني المقياس بقى المستوى ده بيسهل لك المعلومه يا كابتن توصل المعلومه كل حاجه استجابه في التمرين التربيه البيئه هي دي اللي بتصنع النجم ماناش جاي من الشارع ماناش جاي من عندي الثقافه ماناش جاي اروح بطوله عالميه ولا سافر ابقى مبهور وببقى مش شايف حواليا ولا مش سامع كلام مدربين ولا الكلام ده لا 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 الاولاد واقفين في وسط 300 دولة و350 دولة صحيح هم اللي بيجوا يصوروا معانا مش احنا اللي بنروح نصور معاهم طبعا يعني عاوز اوصل لحضرتك واحنا ماشيين في القريه الاولمبيه الناس بتجري علينا يعني ايجيبت الناس بتجري علينا طبعا يعني مش احنا اللي واحنا ايه صغيرين يعني الولاد 18 سنه مش ابطال عالم لسه ما حدش عرفهم فهي دي هي دي النقطه هي دي دي البدايه اللي الناس تاخد بالها منها يا جماعه انت كمدرب مرتاح طبعا لعيب مؤدب مثقف ما عندكش مشاكل ما عندكش مشاكل احنا بنخش ننام انا وكابتن عمرو نام بنخش ننام الكلام ده كان بيحصل زمان لا بنخش ننام نقفل الباب علينا ونخش ننام
كابتن محترم قايم بالدور بقى بتفتش عليهم ولا مين بيضايقك؟ محمد عصام شكله بيتعبك. لا لا بيساعدني. لا والله هو الابر هاند بتاعك ولا مين هو مساعد الكابتن عندك؟ انا كانش عندي مساعد كابتن على طول كنت ديكتاتور انا خد بالك. هو انا مفيش لعيب اكيد في مواقف حصلت في الدوره كده احكي لي حاجه من الحاجات اللطيفه الظريفه اللي كانت موجوده هناك يعني. وايا كان اول مثلا 12 يوم احنا وصلنا بدري البطوله كويس مكان يعني ما كانش حد يشوفنا غير في المطعم لا اما في الاوضه لا اما في الملعب لحد ما خلصنا مطعم اوضه ملعب حلو خلصنا البطوله بقى خلاص عايزين نخرج شويه بقى نفك شويه بقى تمام يعني خلاص شوف الدنيا سيبنا يا كابتن عمرو شويه كابتن شاب شويه خلينا تمام كان في اربع ايام كده اللي هم اربع ايام بعد البطوله بعد البطوله او ثلاث اربع ايام تخطيتوا بقى مرحله الهزيمه اخدتوا ميداليه برضه فضه احنا كنا متضايقين اول يوم اول تاني يوم بتظبط بقى شويه خلاص الدنيا ظبطت وبس كنا بنرجع بمواعيد برضه تمام ملتزمين لازم مفيش موقف حصل هناك كده لا لا مفيش موقف مش حد قال لكم نذبح لكم قطه مثلا ولا حاجه كان الاكل مريح ولا كان في مشاكل في الاكل هناك؟ لا الاكل هناك كان كويس عاملين حتى اكل حلال يعني كل حاجه مظبطينها كويس وبس حتى احنا كنا في وسط العالم كله اللي هو لو حد دماغه مش موجوده فيه كان تاه معاهم احنا عشان مش اول مره نسافر عارفين كل حاجه احنا مركزين يعني كمان عايزين نعمل حاجه سافرتوا كتير عايزين نعمل حاجه احنا ممكن يكون ما خدناش حقنا قوي في السفر يعني كاعداد بس احنا كنا اسماعيل سافرنا روسيا يعني بره دوره في روسيا لعبنا كذا فرقه جامده لعبنا بيلاروسيا وروسيا ده قبل الاولمبياد وصربيا وصربيا كسبنا كله ما عدا بيلاروسيا خسرنا فرق واحد في اخر دقيقه جابوا فينا جون في اخر دقيقه بس لا يعني احتكينا مع الناس دي وشوفنا الناس محمد عصام السفريات دي والاحتكاك ده فرق معاكم اداكوا خبره واداكوا ثقه بالتاكيد طبعا ادانا خبره دوليه غريبه بالنسبه يعني احنا 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 اول يعني عرفنا يعني ايه لعب دولي اما لعبنا ناس من اوروبا بس ففي الريتم حتى في يعني ايه يعني ايه احط جون بسرعه يعني ايه ارجع بسرعه يعني ايه اقف احط عيني على الكوره صح كده يعني طبعا ادينا خبره 100% يعني احنا الاربع ماتشات مش جايك هناك ما اديتش حد علقه يعني اكيد في حد خفيف كده يعني كده مين يعني اديته عرقه خفيفه كده اكيد في حاجه حصلت هناك ماتشات كده يعني كان بيبقى مثلا لعيب مثلا من لعيب من قطر برضه لعيب تونسي اصلا انا خدت بوكس مراخيري جام دم في المباراه ما انت ما شاء الله قال لك ماتش قطر قال لك ادي قطر برضه يعني لعيب مثلا تونسي دوت دخل في منتخب قطر في منتخب قطر لعيب تونسي في حد انت قلت له في مصري كمان في ثلاثه مصريين اربعه مصريين لا بس ثلاثه اللي راحوا يعني اربعه ثلاثه كانوا موجودين بيلعبوا قدامكم اساسيين تعرفوهم اصلا نعرفهم اساسيين دول عائلاتهم عايشين هناك مثلا ولا حاجه لا عايشين ولا هم خدوهم من صغرهم هناك جنسوهم عشان ده هو الفرصه دي جت للعيبه كتير قوي ناس كتير يا سلام جت لنا كلنا ليكوا جت لنا كلنا وكل الناس جات لكم ان انتوا تلعبوا باسم قطر طبعا مين بقى اللي قلبه يجيبه لو يلعب قدامه يعني انا مثلا لو انا كنت رحت ازاي العب قدام منتخب مصر الله عليك الله عليك خالص. الله عليك الله عليك ما هو حضرتك ارجع بقى للثلاثه دول طبعا بيلعبوا فين صح مش هنتكلم يعني طبعا عليك هتفهم على طول طبعا بس فبتفرق طبعا لو انا ما اقدرش العب يعني بلعب مثلا في الاهلي ما اقدرش اروح العب ماتش قدام نادي الاهلي ضد الاهلي ما ينفعش ما ينفعش دي كانت خدوا اغراءات وخدوا فلوس وخدوا كل حاجه سمعنا نفس الكلام وكلام سمع قعدوا معاكم يعني كلنا بقى والله اتكلم بابا اتكلم خليك قام بدور عبد الرحيم علي شويه قول لي طبعا اول ما بيشوفونا يكلمك يقول لك تاخد فلوس انت عايزها في الاولمبياد ولا قبل احنا رحنا لعبناهم في قطر ماتشين ودين كسبناهم طبعا كتير 5-8 حاجه كده كويس شافونا وكده عرفونا وعرفوا بقى احنا بنلعب فين ومكالمات بقى تاخد كذا وصلت كام؟ لا بتوصل بقى لا كام؟ قول لي كام؟ يعني بتوصل يعني اللعيبه اللي هناك ما شاء الله يعني هم اصلا يعني اللعيبه هناك القطريين بيلعبوا في منتخب قطر بيقول لك لو لعبنا فاينل بس ناخد 600,000 600,000 ايه؟ لو لعبوا فاينل بس ريال لو لعبوا بس احنا برضو كده ماتشنا ماتشنا ب 600 جنيه في ماتشنا واحنا بنلعب الولاد المصريين بيقولوا لهم واحنا في الملعب انا صراحه قال لك لو كسبنا مش لازم الفاينل نخسره مفيش مشكله هناخد 600 لو كسبنا 600,000 ريال احنا ما سمعت انا سمعت الجمله دي الصراحه انا جليت الصراحه وانا غليت اكتر باخد مليون لو لعبت
بس فكل ماتش يعني هم ماتشاتهم ومكافئات بس هي يعني مش يعني احنا بالنسبه لنا ما بتفرقش فلوس على قد ما انت تفرح المصريين. احنا جربنا في ايطاليا لعبنا بحر المتوسط كان اول مره منتخب مصر نكسب بطوله بحر المتوسط. طبعا كابتن عمرو تعب معانا جامد عشان ما نهدرش حقه والفرقه كلها عصبي. تعب معانا جامد جدا. احنا كان اول بطوله نطلعها لعبنا تونس مرتين اول ماتش والفاينل. تونس فرقه ثقيله بقى. ولعبنا فرنسا ولعبنا تركيا وفرق كتير قوي 8 فرق وصلنا كنا بنلعب ماتشين في اليوم. وطلعنا بعديها افريقيا. غيرنا بقى ريتمنا خالص كابتن عمرو غير كل حاجه بنعملها. فعلا. كسبنا تونس فرق 10 وصلنا فرق 10 وكسبنا الجزائر فرق 5 في الفاينل. وبس وسافرنا روسيا وعرفنا برضه الريتم كله اتغير تاني. جالك عروض يا عصام من 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 هناك فعلا كلموك برضه مدربين مش كتير يعني انت بتتكلموا فوق المليون يا جماعه ودولارات دولارات دولارات الواحد حاسس ان هو خلاص عدى مفيش ما دخلش معاك خالص يا عصام. لا 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 هو طبعا برضه على البيت المصري يعني على البيت اللي انت قاعد فيه طبعا لا ما تروحش حتى رغم ان المقابل هنا ضعيف رغم انه يعني انت بتاخد كام في الشهر مثلا؟ ما تقولش لا يعني مش فارق معانا عامه الفلوس يعني بس يعني على الاقل ان انت بلدك تكسب انك تكسب انك ترفع على مصر يعني تغني الاغاني الوطنيه تغني الاغاني الوطنيه دي احنا ما كناش بنحس بيها والله ما كناش بنحس بيها او اي انسان ماشي كده يعرف قيمه البلد غير هو بيفرحها يعني واحنا بنسمع اغنيه مصر بعد ما نكسب احنا بنعيط كنت شاب عيط والله العظيم فاهم بنعيط بنعيط كلنا احنا كنا في الاول فاكرينها هزار لكن احنا مع اول بطوله رسميه طالعها باسم بلدك احنا يعني اسمع اغنيه اللي هو بقى جو جسمي اشعر والله ادمع وابقى نازل العب بغل اكسب افرح مصر اعيط ابقى حاسس بمصر محدش هيحس بقيمه مصر لما يجرب ان هو الاحساس ده ان انا العب باسمها ان انا ارفعها فوق. احنا بطوله افريقيا احنا عدينا بصعوبات غريبه يعني انا واحد من الناس جالي تسمم حاجات غريبه لعبنا ولازم نرفع علم مصر ولازم نلعب الاولمبياد اصل الاولمبياد دي اول افريقيا بس اول واحد ف اول ما كسبناها كلنا عيطنا انا كنت شاب حضنت وقعدنا نعيط نص ساعه مثلا عادي عشان علم مصر اشتغل عشان علم رفع بس شغلوا لنا اغنيه تعملوها الرجاله ومش والله احنا الرجاله الناس هنا طبعا تفتكرها هزار لكن احنا هناك لا فعلا والله انت فعلا يعني دمك بيفور لما تبقى بتلعب باسم مصر ونازل تلعب مثلا فرقه زي قطر ازاي بيبقى عيان وعيان عيان وبتلعب مصاب سخن يعني دول درجه الحراره 40 هادي ومصاب كينيا دول درجه الحراره 40 وصمم ان نلعب ولعبنا ماتش سيمي فاينل مع تونس وجاب الجون ولا جاب فينا جون؟ واضح ان كله على فكره الفني يا كابتن شهاب بصراحه كل الفرقه ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم انا مبسوط جدا جدا منكم فرحان جدا بيكم فوق ما تتخيلوا بس انا عايز اقول لك الحقيقه انا عايز احييك انت والكابتن عمرو الجيوشي واضح لكم دور مهم واضح ان الولاد مرتبطين بيكم قوي حابينكم انتوا اصحابهم يعني هي واضح. هي بقول لك المنظومه حلوه المنظومه حلوه واتكملت بعمرو لما جه معانا انا بادئ قبل عمرو انا بادئ من 2012 معاه وعمرو جالنا في 2013 ما شاء الله يعني كفايه هو لعيب لاعب اربع اولمبيات يا كابتن لاعب اربع اولمبيات يعني الناس بره بتتصور معاه يعني لما بنوصل نطلع الناس بره بتتصور معاه هو بيجري منهم ما بيطلعش من الاوضه ما بيطلعش من الاوضه 10 دقايق مش عارفين نقعد معاه وينزل الشارع هم هناك بيحترموا الحاجات دي صحيح. فطبعا الانطباع بقى على يعني سبب خسارتكم الفاينل كان الكابتن عمرو لا 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 مثلا احنا لعب دلوقتي سلوفينيا النرويج ما حد ما اتفرجناش عليها قبل كده يقول لنا هتلاقي فيها عندها باك رايت جامد هتلاقي عندها جون جامد هتلاقي كذا كذا واحنا ما اتفرجناش عليها عارف مدرسه هو بيقول لنا دي مدرسه انا عارفها حافظها ننزل نلاقي الكلام اللي هو قاله دي حقيقه كل ماتش على كده كان بيغششني الصراحه هنعمل ايه؟ بيغششك كان بيذاكر لك كنت ببقى نازل وانا مذاكر هعمل ايه؟ كان بيقول لي المدرسه دي مثلا عندها كذا 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 خلاص انا بقيت نازل عارف ان هي النرويج مثلا عندها وينج معين بيعمل حاجه معينه كده يعني خلاص بقينا نازلين حافظين احنا هنعمل ايه؟ يعني مش هو اللي خسركم الماتش الفاينل بحب ناحيته بحب اول ما نبقى ببقى جنبه ببقى ناحيته عشان يقول لي مثلا هادي خد الكره عدي يمين شمال او معدي جاي جون خلاص انا عرفت عدي مروحه ومعاملها دي جون هو الكلمه بيقولها فعلا بتبقى صح للاسف شديد الكونه وسجلت هدف في مصر بقت 1-1 كده مصر مطالبه انها تسجل 3 اهداف وده امر هيبقى فيه غايه الصعوبه كنت عايز اوقعكم في الكابتن عمرو لان معايا الكابتن عمرو الجيوش على التليفون شغال يا كابتن عمرو الف مبروك كابتن احمد ازي حضرتك اخبارك ايه عامل ايه ازيك يا حبيبي عايز اهنيك على الاولاد الجمال
الرائعين. وحشني وهو يكون موجود مع حضرتك. لا بجد كان نفسنا تكون موجود معانا. انا عارف ظروفك في اسكندريه، لكن الحقيقه كابتن عمرو انا سعيد جدا اولا بسلوكيات محمد عصام وهادي حميدو، سعيد بموهبتهم، سعيد بثقافتهم وبانتمائهم يا كابتن عمرو. وبقول للكابتن شهاب الحقيقه واضح ان انتوا كجهاز فني كان لكم دور مهم قوي يا كابتن عمرو. والله يا كابتن الموضوع كله توفيق من عند ربنا الحمد لله. ثانيا الاولاد دولت يعني دول امل مصر وهم مجتهدين جدا وعايزين يعملوا حاجه بجد يعني. وشايف في نفس الجيل بتاعنا اللي احنا كنا موجودين كنا عايزين نعمل حاجه بنفس الريتم بالظبط. مع الاختلاف الثقافه هم اعلى مننا حاليا في السن اللي احنا كنا فيه. اعلى منكم في السن ده. بالظبط كده. احنا كنا في السن ما كانش عندنا نفس المهارات اللي كانت موجوده عندنا. احنا اكتسبناها بعد كده مع الدوري الكبير. لكن هم عندهم قبل ما يحتاجوا. هي بس مشكلتنا انت عارف ان ثلاث سنين اللي فاتوا كانوا صعب علينا كلنا في مصر. صحيح. من خلال الاحتكاك وظروف البلد والكلام من ده. لكن ان شاء الله الامور تتظبط والاولاد دول ليهم مستقبل. حاليا تصنيفهم على العالم كان من قبل ما امسكهم كانوا كام، دلوقتي احنا تصنيفنا الثاني على العالم. بعد البطولات احنا نمره 2 في العالم كتصنيف اتحاد دولي. فالموضوع بالنسبه لهم ان شاء الله يكون خير. طب اللي وصلنا الرقم 2 كنت بكلم الكابتن شهاب، هل في امل في اللي جاي؟ قال لي يعني بلاش البطوله اللي جايه، بيتكلم على الكبار، لكن اللي من بعدها ممكن تبدا تحاسبنا ان احنا ممكن نبقى من الثمانيه او من ال 12 الاوائل سواء اولمبياد او كاس عالم يا كابتن عمرو. يا كابتن شوبير حضرتك عارف الرياضه اجتهاد وشغل. نعم. مش مجرد انا هعمل ايه، مجرد انا بعمل ايه دي موضوع ثاني خالص. الناس في اوروبا بتشتغل بعد قطاع الناشئين بفترات كبيره قوي. نيجي احنا بنلعب ناشئين نفس السن اللي احنا نفسينا بننافسهم وكويسين. بعد سنتين اللي هو اتطور تطور ثاني خالص وانا زي ما انا واقف. هو ده الاختلاف. لو احنا اشتغلنا نفس الشغل ده اول حضرتك ان احنا هنكون فوق مع الناس. وعمر الشغل مش صعب علينا ويبقى عندنا على كده. انا لاعب بحر المتوسط، لاعب ثلاث اربع دول العالم وكسبهم، ولاعب في الاولمبياد كاس بطل اوروبا اللي هو النرويج. نعم. ولاعب في روسيا كاس بطل اللي هو روسيا، كاس بيلاروسيا وكاس صربيا وبولندا. فمعناها انت الموضوع مش بعيد عنك خالص. صحيح. الموضوع دي مدارس مختلفه. انك ازاي تلعب معاهم هو ده شغلي، وازاي نفذه هو الموضوع المفروض. ان شاء الله انا متفائل خير باذن الله ان شاء الله. كابتن ان الاولاد دول يرفضوا التجنيس والجنسيه القطريه والملايين اللي جات لهم وراضيين بالمبالغ القليله اللي هم واخدينها، ده بيصور لك ايه يا كابتن عمرو؟ انت هو للاسف احنا مصريين ما عندناش غير مصر، دي مشكله ان احنا مصريين بنحب مصر جدا وهم بيحبوا مصر جدا. لو تشوف الروح في مباراه قطر كنت تعرف ان فعلا اولادي كانوا كويسين. وانتمائهم الموضوع مختلف هقول لحضرتك غير عننا. احنا عندنا كانت عندنا ظروف ثانيه، هم لا. هم ان شاء الله لو استمروا على نفس الريتم اوعد حضرتك ان هم كاس العالم بتاعهم هيكونوا في المربع فوق مع العظماء اللعبه دي. كاس العالم الكبير هيكون نفس الموضوع لو استمروا فيه. ان شاء الله. عايزين تقول حاجه يا كابتن عمرو؟ ان شاء الله يا كوتش. بنشكر طبعا كابتن عمرو على التعب اللي عمله معانا من اول ما مسكنا، وعلى ان من ساعه ما مسكنا انا رفعت بالذات كذا كاس ورا بعض. ما شاء الله. والحمد لله احنا متقدمين وصلنا بيها طول ما هو حضرته معانا. احنا بنشكر الكابتن عمرو. عايز اقول له يعني ان احنا علينا معاه، ان احنا عرفنا يعني ايه يعني ايه لعب، يعني ايه ان انا دمي يبقى محروق وانا بلعب ضد فرقه. عرفت يعني ايه العب بروح. موضوع مهم. كابتن شهاب عايز تقول ايه للكابتن عمرو؟ اقول له بقى ايه جن مصر شويه عشان انا اتهديت من هنا، الحقني شويه مش من اسكندريه كده، الحقني شويه تعالى لي شويه. كابتن عمرو بالتوفيق وربنا معاك ومزيد من الانتصارات يا رب ان شاء الله عز وجل. ربنا يخليك وما تحرمش منك. وارجو كابتن شهاب حضرتك راجل طبعا مش محتاج كلام، الناس دي متابعه الميديا بتاعتهم تتابعهم بس مش اكثر من كده. بالتاكيد ده بالتاكيد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو الجيوش مدرب منتخبنا الوطني صاحب فضيه اولمبياد الصين الاخيره بعد مشوار حافل في البطوله. خسروا غير مباراه وحيده امام سلوفينيا، كسبوا النرويج وكسبوا البرازيل وكسبوا قطر اللي فيها كلهم لعيبه مجنسين، وخسروا بصعوبه في المباراه النهائيه امام سلوفينيا. لكنه النهارده احنا اتعرفنا على ولاد عندهم مبادئ وعندهم قيم وعندهم ثقافه وعندهم انتماء وبيدوا دروس رغم صغر سنهم 18 سنه، لكن انتمائهم لبلدهم اعلى بكتير جدا جدا من ناس كتير كانت تتخيل ده. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن شهاب، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن احمد، شاكرين ليك جدا والله. شكرا لحضرتك ربنا يخليك. سعيدين جدا بحضرتك وشاكرين لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. هادي بشكرك ومزيد من الكؤوس تحملها عاليا باذن الله عز وجل، ونقول لك يا باشمهندس يا مهندس مصر كلها من اولها لاخرها ان شاء الله. ان شاء الله. محمد عصام بشكرك، وان شاء الله برضو
مهندس كبير وكابتن مصر وكابتن نادي الاهلي باذن الله عز وجل. اشكرك شكرا جزيلا. خليني اروح لفاصل اروح تقرير عن مباراه مصر واستراليا في كره السله، اسف اروح تقرير عن الراحل العظيم كابتن محمد عبد الوهاب دائما في القلب رغم مرور 8 سنوات، ثم استقبل ايضا لعبه جديده وهي السباحه، السباحه والغطس. معنا احمد اكرم نجم مصر ونجم النادي الاهلي وصاحب الذهبيه الاولى في تاريخ مصر في السباحه في سباق 800 متر، وايضا في الغطس معنا مهاب عبد المهيمن نجم مصر ونجم نادي الزمالك، واعتقد انها برضه اول ميداليه في الغطس في تاريخ الاولمبياد سواء كانت شباب او كبار. بعد الفاصل. زي النهاردة منذ 8 سنوات توفي محمد عبد الوهاب ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر عن عمر ناهز 22 عاما في 16 يونيو 2006، وفي نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سقط محمد عبد الوهاب في الشوط الثاني من اللقاء الذي فاز به الأهلي بثلاثية دون رد، فخلع سقوطه قلوب الجماهير في الملعب وملايين المشاهدين أمام الشاشات، ولم يكن الجميع يدري أن سقوط الفتى الشاب الذي لم يكن قد أكمل 22 ربيعا هو مقدمة لمغادرة نهائية لدنيانا بعدها بشهر ونصف، وتحديدا في مثل هذا اليوم من العام 2006 على ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي إلى إنبي ثم الأهلي الذي قضى موسمين في صفوفه وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والإفريقية كالألومنيوم، ثم تعاقد مع الظفر الإماراتي ومنه أعير إلى إنبي ثم الأهلي الذي قضى موسمين في صفوفه وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والإفريقية. دوليا بدأ النجم الراحل مسيرته مع منتخب الشباب عندما اختاره حسن شحاتة لصفوف الفريق، وساهم مع زملائه في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما مع المنتخب الأول. وصل النجم الموهوب عطاءه الدولي عندما لعب كأساسي في تشكيلة الإيطالي ماركو تارديلي في تصفية كأس العالم وسجل هدفه الدولي الوحيد في مرمى السودان، ثم دفع به المعلم في نهائيات كأس الأمم عام 2006 ووضع بصمته في تتويج منتخب مصر بلقبه الخامس عندما سجل في شباك الحارس جان جاك تيزي في ركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب القاهرة.